بين الجنود اللي قاعدين ربما معنيين بهذه المعركة اليوم، لأنه نعرفوا ديما فما الناس المتمعشين من الأزمات من الحروب وغيرها. أول ما تم الإعلان على مسألة الكورونا في البلاد واتخاذ جملة من الإجراءات، سرعت الناس الكل تأخذ في السميد وتشري في الفارينة وتهز في العجين، ما ربما خلى وزارة التجارة عفوا تتخذ جملة من الإجراءات اللي من خلالها تم تزويد السوق وتم تنظيم خاصة مسألة التزويد والتزود في الأسواق. معنا مباشرة عبر الهاتف السيد محمد سليني وزير التجارة. سيد الوزير صباح النور. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا سيدي، أعطينا آخر التطورات فيما يتعلق بتزود السوق والأسواق خاصة بالمواد الغذائية الحياتية اللي ربما الناس خافت وقت اللي تم إعلان الكونفينمون توتال. الناس خافت وتخاب العطرة باش تسكر والخضرة باش تسكر ومعاش فما مؤونة في البلاد. يا أخي اليوم يمكن الناس بدأت تفهم بأنه شيئا فشيئا راه كل شيء متوفر في الأسواق. شوف، أولا أنا نحب أن نأكد مرة أخرى أن الأسواق والمغازات والمساحات اللي موجودة في الأحياء كلها مش مشتكر. كل التجار، من تجار مواد غذائية، من تجار أسماك ولحوم بيضاء وحمراء، من تجار خضرة وغلال مش بيشتكوا، وحتى يستاهل لهم عملية الذهاب والرجوع إلى مواقع التزويد يلزمهم يأخذوا رخص من السلطات الجهوية من المحلية باش ينجموا يدوروا في الطرقات. أولا. ثاني حاجة، أدعو بقية المواطنين لالتزام الحجر الصحي. اليوم احنا وصلنا حتى الإعلان الرسمي تقريبا 114 حالة. نعم. مؤكدة. مي. والأمر قاعد يتطور. والمنظومات الصحية في العالم قاعدة تنهار. راهي العملية مش لعبة. راهو الأمر خطير. وعلى الناس تلتزم بالحجر الصحي هذا على التوقي. للتوقي. فيما يتعلق بالمنظومات المواد الغذائية إلى حد الآن. كل الأغلبية، ما نقولش كل، أغلبية المواد المطلوبة متوفرة. ثم ضغط نسبي على سميد وشوية فرينة والأساس. احنا قاعدين نتابعوا في الموضوع جهة بجهة ومكان بمكان وتاجر بتاجر من أجل أن نوفر هذه المادة للجميع. يحصل شوية تلكه هنا، يحصل شوية ضغط هنا، يحصل شوية تخلف هنا، ولكن احنا نتابعه يوميا. الناس اللي تشتغل في الوزارة هنا وفي المستوى الإدارات الجوية قاعدة نشتغل في آن واحد، قاعدين نضرب بقوة على أيدي المحتكم. بالضبط، هذا هو سيد الوزير. ظهر لي فما حتى تم اتخاذ جمرة من الإجراءات فيما يتعلق بغلق وإغلاق عديد المحلات اللي ما التزمتش. أنا نحكي، أنا نقول لك اليوم حتى تم ناس وقع القبض عليهم اليوم من أجل من طرف قوات الأمن، لأنها اكتشفنا أنهم يحتكروا في مواد أساسية. اليوم تم إيقافات في صفوف تجار يحتكروا. تم إيقافات في بعض المحتكرين. واليوم أنا بعثت منشور لكل السادة المديرين الجهويين لأجل التشدد في الموضوع هذا. هذا ما تمش تسامح مع الناس اللي تستغل في قوة الناس، مجرمي حرب تمام، رئيس الدولة ورئيس حكومة. فيما يتعلق بالمواد الطبية والشبه الطبية، الدواء متوفر لبافيت الحقيقة الموضوع هذا يمكن يسأل لي أكثر سيد وزير الصحة لأنه هو المتابع للعملية، ولكن أنا أعتقد أنا لحد الآن ما عنديش إشكال مع الصيدليات فيما يتعلق بتزويد المواطنين بالدواء وبالمواد هذه. أنا أما التفصيل الحقيقة ممكن أفضل عن سيد وزير الصحة. سي سفيان. سيد الوزير، الحق سمعنا كذلك بعض التصريحات بتاع سيادتك فيما يخص إيطاليا وتحويل وجهة سفينة، وعلى ما يبدو سيادتك أنت تراجعت. لا ما ترجعت. أعطينا المعلومة، أعطينا المعلومة كما هي. يعني أهل الوضعية ما ترجعت في الموضوع. أنا قلت تم بارح تصريح، قلت تم باخرة وقع تحويل جدا، لا قلت لا إيطاليا ولا مالطا. تبني والجهات الرسمية والموضوع مش جديد، الجهات الرسمية تبت لا أكثر ولا أقل. هذا يعني سيادتي قلت أوروبا ما عادش كما قبل والناس كل ولا تتفك. طبعا أوروبا أنا أحب نقول لك العالم بعد كورونا مش العالم. الله يبارك. بالنسبة للمعلومة هذه، توا البتو هذا مش موجود في كالياري في جنوب سردينيا ويمكن يدخل لتونس معناها، وثم يمكن بتو آخر باش يجي فيه معناها المادة نتاع الكحول هذه. لكن الناس خاطر في وقت نفس وقت اللي سيادة رئيس الجمهورية يعرض معناها خدمات على إيطاليا، وهي حركة إنسانية نبيلة رغم اللي طبعا احنا نواجهه. أنا قلت الموضوع هذا، قلت احنا ما نخليش كأنه كازوس بلي سيد الوزير، كأنه نخلقه في مشكلة دبلوماسية مع بلاد كما إيطاليا، لأنه وزير مش يخرج للفيسبوك ويتكلم. معناها الوزير المفروض أنه سفيان، أنا لا ذكرت لا إيطاليا لا غير إيطاليا، أنا ما ذكرت حتى حد.
إذا كان قلت باك دو بيراتري معناها تحويل وجه السفينة، هل هذا ثابت لأن تم تحويل وجه السفينة؟ أما السفينة راسية الآن كما بين عديد وسائل الإعلام حتى في ميناء كالياري اللي هو موجود في صدانيا اللي هي مش بعيدة علينا معناها. واضح. شكرا لك السيد محمد سليم وزير التجارة، شكرا على جملة هاته الإيضاحات.